هل يجب وأنا أسبح أن أرفع صوتي وأحرك لساني أم يكفيني التسبيح بقلبي؟ لا، يلزمك إذا كنت تسبح أن تسبح بلسانك. وقد سئل بعض الصحابة عن قراءة النبي في الصلاة السرية كالظهر والعصر، كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال: كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته. فالذي يجري القراءة على قلبه لا يعد قارئا، والله أعلم.